مكان معايا في هذه اللحظات احد النجوم اللي تركوا بصمه كبيره جدا مع جماهير النادي الاهلي، وبالتحديد قدر انه يحقق بطوله دوري ابطال افريقيا بالتحديد في موسم 2008، وادى اكيد اداء جيد جدا جدا مع النادي الاهلي في الفتره اللي كان متواجد فيها. طبعا معايا في هذه اللحظات كابتن انيس بوجلبان نجم المنتخب التونسي ونجم الصفاقسي التونسي سابقا ونجم النادي الاهلي السابق. طبعا كابتن انيس برحب بيك. اهلا وسهلا بك امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل متتبعي قناه النادي الاهلي. طبعا بتستغل اي فرصه يكون متواجد فيها النادي الاهلي في تونس هنا عشان تيجي تزور الفريق؟ طبعا يعني عشره، يعني عديت قضيت سنوات كثيره في النادي الاهلي، في العديد من اللاعبين كنت موجود معاهم في لما كنت موجود في النادي الاهلي. الحمد لله كانت لي فرصه اني شفت عماد متعب، احمد فتحي، سيد معوض، حسام عاشور، الشناوي، هذم كنت معاهم في الفريق، اضافه طبعا الكابتن حسام البدري اللي كان يعني مدير الكره، ومع الكابتن مانويل جوزيه، كابتن سيد عبد الحفيظ، كل مدير الكره ومدرب العام، مدرب العام ومدير الكره، وعلاقتي به كبيره وكبيره جدا. كابتن سيد عبد الحفيظ يعني اخوي الكبير وعلاقتي به كبيره جدا. كل الناس يعني كل الناس يعني كان في جلسه دلوقتي مع كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن حسين البدري، يقول لي كان في انك في احمد فتحي، كلم احمد فتحي يقول لك جلسه عشان ارجع العب مع احمد فتحي. احمد فتحي لسه جلسه يعني جلسه اتيحت على خير، فجلسة على طول قلت لك يعني الاتصال موجود حتى هم في مصر وانا في تونس دائما على الاتصال. والحاجه الباهيه في الكوره اهم حاجه انه العلاقات، يعني الواحد يكسب القاب في النادي الاهلي، يكسب محبه الناس، يكسب علاقات. عندي علاقات كبيره في النادي الاهلي، وفرصه اني نسلم طبعا على باش مهندس عادل القيعي اللي كان مهندس الصفقه. كان في كواليس ما بينك وبين كابتن عادل القيعي لما كنت جاي النادي الاهلي؟ ها كانت الامور سهله بصراحه، انا اسال الكابتن يعني كنا في 24 ساعه حصل الاتفاق، حتى لما وصلت للقاهره وكان في اتصال من فريق اخر منافس، لكن طبعا الباش مهندس يعني قوي في خلص على طول ما يضيعش الوقت كابتن، يعني ما 5 الصبح خلاص كل شيء الاوراق كلها جاهزه والحمد لله. مسلم كيف على الاستاذ ابراهيم منيسي طبعا احد اكبر الصحفيين في القاهره، وكانت يعني حبايب كثير يعني. وبالمناسبه نسلم على اصحاب، لانه عندي اصحاب كثير في القاهره من خلال قناه الاهلي، يعني فرصه اني نسلم عليهم ونسلم على جمهور النادي الاهلي الكل. طبعا انت مشرفنا ومنورنا، لكن عايزين نتكلم بقى بالتحديد عن وجود النادي الاهلي هنا، واكيد كانت مباراه مهمه المباراه السابقه امام فريق الترجي. النادي الاهلي ما كانش حقق النتيجه المرجوه منه في مباراه الذهاب في اسكندريه، اتعادل 2-2، لكن قدر ان هو كالعاده في رودس ان احنا نفوز. وانا حاسس ان انا بذكرك بذكرى وحشه 2006 على نادي الصفاقسي 2006، لكن في العموم ماشي. طبعا قدر ان هو يعود في المباراه، قدر ان احنا نفوز في المباراه دي بنتيجه 2-1. عايز اخد رؤيتك للمباراه بشكل عام، مباراه الاهلي والترجي، خصوصا ان هنا في تونس كان الناس كلها متوقعه ان الترجي خلاص صعد لدور هما القناعه هذه ولا الثقه هذه في الترجي الرياضي، لانه بصراحه يضم مجموعه من اللاعبين دوليين ممتازين وممتازين جدا، يعني من حارس المرمى اللي هو دولي لطه ياسين الخريسي، فريق كله لاعبين دوليين، اثنين اجانب شفتوهم على اعلى مستوى فرانكوم وفوسيني كوليبالي، اضافه الى اللاعبين المنتخب التونسي. فالتوليفه هذه الترجي عنده 4 أو 5 سنين باش عمل الفريق هذا ولا باش كون المجموعه هذه، مش كل موسم تجم تكون عندك الرصيد البشري هذا. هذه الثقه اللي يعني الثقه الكبيره اللي موجوده في الفريق الترجي، لانه الرصيد البشري نتاعو يعني اكثر من 70% منتخب تونس، ثقة هناك. لكن أكيد أن كرة القدم رغم الأسبقية في اسكندرية و2-2، رغم السيناريو كان ممتاز للترجي، يعني 2-2 في الاسكندرية و1-0 الشوط الأول، يعني وقتها ممكن الناس كل اللي كان عنده 50 أو 60% ترجي مش و70% بترجي فلوس، بعد 1-0 45 دقيقة الأولى كانت كفة الترجي. لكن بعد أكيد أنه
فما امور تكتيكيه تغيرت، وفما دخول جونيور اجاي اعطى يعني عمق هجومي للنادي الاهلي، هدف علي المعلول والهدف الاول والثاني جاوا في 10 دقائق. ممكن بعثر اوراق الترجي وخلى الترجي ما يلعبش اللعب اللي متعود يلعب به في تونس تكتيكيا. بصراحه يعني هذه اجماع في تونس انه الكابتن حسام البدري كان له تفوق على المخضرم وعلى الخبير واحد احسن المدربين في تونس الكابتن فوزي البنزرتي. لكن في الشوط الثاني تغيير طريقه اللعب وتغيير اللاعبين وتغيير تمركز عبد الله السعيد ودخول جونيور اجاري، تصور هما اللي عملوا الفارق، خاصه انه الترجي حتى بعد الانتصار 1-0 ما رجعش للوراء، عطى المساحات للنادي الاهلي وتعامل بسلبيه مع تغييرات النادي الاهلي. قول لي بمنتهى الصراحه، انت قلت ان احنا في اسكندريه تعادلنا 2-2 والسيناريو كان حلو جدا بالنسبه لفريق الترجي يتقدم بهدف. انت لعبت في النادي الاهلي لفترات، كنت متوقع النادي الاهلي يرجع في المباراه في الشوط الثاني وبالسرعه دي انه يقدر يحرز هدفين؟ اكيد انت شفت روح النادي الاهلي وممكن تكون كنت متوقع، احكي لي عشت السيناريو ازاي؟ لا يعني شوف، النادي الاهلي مميز، الميزه في النادي الاهلي انه عنده ثقافه الانتصار، يعني ما فماش مستحيل في النادي الاهلي. ممكن هذه الاضافه نتاع النادي الاهلي، اي واحد يدخل النادي الاهلي يولي عنده احساس انه في اي لحظه يجم يرجع. يعني ممكن اللي ما يعرفش اللي ما عاشش في النادي الاهلي ولا اللي ما يتابعش ممكن، لكن انا بصراحه يعني ترجي فنيا ممتاز وممتاز جدا، ممكن مش على شوط ولا على، مش نقول ترجي فريق يعني قوي وممتاز، لكن ديما يعني حتى في تونس يعني معظم جماهير ولا حتى جماهير الترجي الرياضي يقول لك مع النادي الاهلي ما نقول انتصرت الا ما يخلص الماتش، وهذا هو اللي صار. يعني مش اي فريق يجم يرجع ضد الترجي وفي رادس خسر 1-0 ومتعادل 2-2 في ارضه ويجم يرجع في الشوط الثاني. هذه ميزات الكبيره اللي موجوده في داخل النادي الاهلي. مباراه الترجي مباراه وخلصت، لكن في مواجهه اخرى مصريه تونسيه ما بين الاهلي والنجم الساحلي التونسي. انت عايش الاجواء اكتر مننا هنا في تونس، مين اقوى الترجي ولا النجم؟ لا الترجي اقوى بصراحه، يعني الامانه يعني الترجي فنيا احسن فريق في تونس، هذه اجماع عليه. كما قلت لك يعني في 7 لاعبين في منتخب تونس، في 2 اجانب على مستوى الفريق، كله دوليين، يعني رئيس النادي حط مبالغ كبيره. فالترجي يعني والنجم هما الاثنين الموسم الفارط اخر مباراه عرفنا فيها اسم البطل اللي هو الترجي، يعني المستوى متقارب لكن فما افضليه نوعا ما للترجي. النجم كيف اليوم شفنا فيه 5 لاعبين في المنتخب التونسي، بلبولي اكيد حتى الجمهور الرياضي في مصر يعرفوا حارس منتخب تونس بلبولي، الظهير الايمن لاعب منتخب تونس حمدي نجاز، ظهير ايسر كيف موجود في المنتخب التونسي غازي عبد الرزاق، الاثنين موجودين كيف الاجنبي كوناتي والا رامي البدوي في منتخب تونس، محمد امين بن عمر لاعب نص ملعب منتخب تونس الى جانبه حمزه الاحمر موجود في منتخب تونس، اياب المساكني منتخب تونس، عمرو مرعي لاعب مصري وجمهور مصري يعرفه، اكوستا البرازيلي كيف اجنبي برازيلي عنده امكانيات، عوده الشرميتي، يعني حتى النجم يعني تبقى المواجهه صعبه برضو. اهلي ونجم ساحلي اكيد مواجهه صعبه. لا المواجهه صعبه يعني هذا مباراه نصف نهائي، فنيا كل فريق عنده امكانياته، النجم الساحلي مادام وصل للمرحله هذه طبعا اكيد انه عنده لاعبين ممكن قلت لك عليهم يعني معظمهم دوليين، فالمواجهه ما عمرها ما كانت سهله، واكيد انه كما مباريات الترجي والاهلي مباراه النجم والاهلي يعني تفاصيل صغيره هي اللي باش تعمل الفارق. فرصه وانت معايا برضو عايز اخد تقييمك لتجربه علي معلول مع النادي الاهلي على مدار موسم، هو بقى له تحديد موسم او موسم وحاجات بسيطه، شفت تجربه علي معلول ازاي؟ وتحديد يمكن هو تالق المباراه الاخيره، الراجل احرز هدف وعمل اسيست كمان رائع لجونيور اجاي. لا علي معلول يعني كان نجم بصراحه المباراه الاخيره خاصه الشوط الثاني، عمل الفارق بتسجيل الهدف وخاصه تمرير جونيور اجاي. يعني علي الموسم ما كان سهل بالنسبه لي، اول موسم ممكن ما تاقلمش
كما يلزم. نتصور انه علي معلول مازال عنده ما يضيف للنادي الاهلي حتى اكثر من هكا، لكن نتصور ان المباراه الاخيره باش تعطيه دفعه انه باش يكون علي المعلول اللي نعرفوه في الصفاقس التونسي وفي منتخب تونس، لانه امكانياته كبيره وكبيره جدا بصراحه. يعني واحد من ابرز لاعبين التونسيين، قليل جدا انك تلقى مدافع ايسر بالقوه الهجوميه اللي عند علي المعلول بالاندفاع للهجوم، كره ثابته مميز، حتى في تسجيل اهداف مميز. يعني نتصور انه بدا يتاقلم مع اجواء النادي الاهلي، وحسيت حتى في الفتره الاخيره مستواه بدا يقرب لعلي المعلول نتاع النادي الصفاقسي ونتاع منتخب تونس. اخيرا توقعاتك لمباراه الاهلي والنجم الساحلي، وايضا عايز منك رساله لجمهور النادي الاهلي اللي انت اكيد وحش جمهور النادي الاهلي بشكل كبير. كما نعاود اكيد نسلم على جمهور النادي الاهلي. التوقعات صعبه وصعبه جدا، هذا السيمي فاينل، زوز فرق كبار في افريقيا متعودين على بعضهم، مواجهات كبيره قبل يعني بين النجم الساحلي والاهلي المصري. نتمنى انه طبعا انه الحمد لله انه علي المعلول وجونيور اجاوي الاثنين يعني موافقين في النادي الاهلي. ان شاء الله نشوفوا مباراه طيبه، اهم حاجه انه نشوفوا مباراه كبيره تليق بسمعه النادي الاهلي والنجم الساحلي، ونشوفوا يعني طبق كروي كبير، ونشوفوا مباراه تكتيكيه، لانه بصراحه في المباراه الاخيره بين الاهلي والترجي حتى تكتيكيا يعني المدربين اللي الصاعدين كيف انا ظهير قاعدين نتعلموا من المباريات هذه، فالفرجه اهم حاجه. وان شاء الله يعني المباريات هذه بين النادي الاهلي والفرق التونسيه مزيد الا تقرب بين جماهير النادي الاهلي وجماهير التونسيه. شكرا كابتن. الله يخليك، وشكرا ومتشكر جدا وسعيد جدا بوجودي في قناه النادي الاهلي. حبيبي الله يخليك. ده طبعا كان لقائنا مع احد اللاعبين الكبار اللي طبعا سابوا بصمه كبيره جدا مع النادي الاهلي، كابتن انيس بوجلبان. اكيد كان لقاء مهم جدا نتكلم فيه في العديد من الجوانب، لكن في النهايه برضو لازم نقول نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله في